بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فك النملة أقوى من فك التمساح. انظروا معي إلى هذه النملة، لها فكين. يقول العلماء أنهما أقوى من فكي التمساح. طبعا إذا أخذنا بالاعتبار حجم كل منهما، في دراسة دقيقة أجريت على النمل تبين أن النملة عندما تهاجم فريستها تضربها بفكيه بسرعة هائلة، تفوق سرعة أي حيوان مفترس. صراحة ما نقول إلا سبحان الله. هذه المخلوقات الضعيفة الصغيرة أودع الله فيها كل هذه الأسرار. أقلها أن للنمل لقى خاصة به يتخاطب مع بعضه ويحذر النمل الآخر من أي خطر. ألا تستحق منا أن نقف ونتأمل صورة النمل عندما تحدثت النملة في الآية؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: حتى إذا أوتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سورة النمل آية 18، والله أعلم.